بنرحب بهذا الوقت بالمدربة المتخصصة بصقل وتمكين المهارات الحياتية والمهارات التنفيذية آية بركات. آية صباح الخير. صباح النور، شكرا لاستضافتكم لإلي. أهلا وسهلا فيك على راديو أم بي أس. أول شيء نحن بدنا نشكرك لأنك أنت بدك تساعدينا اليوم وتعطينا هيك بعض الملاحظات لحتى نقدر نعرف شو ممكن نعمل خلال الحجر المنزلي غير إننا ناكل. صحيح 100%. يا ريت بتساعدينا بتقولينا أول شيء كيف لازم نقضي نهارنا بالحجر المنزلي برأيك؟ نعم، أول شيء حطيت لكم عدة أنشطة، أهم شيء ينحط جدول زمني، وهلأ بنحكي عنه بآخر الأنشطة اللي بدي أخبركم عنها. فإذا لازم يكون في جدول زمني للأنشطة اللي بدنا نعملها. هلا اول شيء ما لازم نعمله قبل ما نبلش بالانشطه اللي لازم نعملها هي الاستماع للاخبار، لانه كل هذه الاخبار اللي بنستمع لها ما عم بقول ما نحضر، بس نقلل من هذه الاخبار، لانه هالاخبار كلها بتحمل طاقه سلبيه. صحيح. ولما يصير معنا نحن هالطاقه السلبيه تجي لعنا يصير معنا قلق وتوتر وخوف، بيتشوش عقلنا. نعم بيكل. نعم صحيح صحيح. فأول شيء بدنا نعمله بدنا نوقف من أو نقلل من حضور الأخبار اللي بتعطينا هالطاقة السلبية. هلأ بالنسبة للأنشطة اللي فينا نعملها بالبيت، أصمت لكم إياها لأنشطة فردية فينا نعملها إذا كنا لحالنا. نعم. وأنشطة مع العائلة أو إذا كنا مع مجموعة. أوكي. أول شيء حبيش فيه هو الأنشطة الفردية. نعم. أول شيء فينا نعمله هو نشتغل على حالنا. نحن كتير لما بيجوا لعندي عادة عن client patient كل الوقت بيقولوا لي نحنا ما عنا وقت نعمل الأشياء اللي منحبها. طيب إيش هذا الوقت اللي مضطرين نقعد فيه بالبيت؟ ما عم بقول إنه هذا الوقت لطيف ولذيذ، بس هذا الوقت موجود، والشيء الوحيد اللي حنقدر نتحكم فيه هو وقتنا، صح؟ لأنه قاعدين بالبيت. نعم. فإذا خلينا نستفيد منه. أوكي. أول نشاط فينا نشتغل عليه هو العمل على تعزيز النمو الذاتي، يعني self growth. هلأ كل شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت عم بيعملوا مثل دورات تدريبية أو صفوف أو دروس عبر الانترنت. نعم. مثلا جامعة ييل عم بتقدم صفوف كاملة. الويب سايت تبع كورسيرا عم بيعطي مثل دروس وشهادات على جميع المجالات. ففينا نحن وبلاش عم بيكون هيدا مجاني، عادة بيكلف كتير مصاري، نحن فينا ناخده ونفوت نحضره وبيطلع لنا شهادة فينا نستفيد منها بعدين بمجال عملنا أو بحياتنا المهنية. ماشي؟ ماشي. رقم اثنين اللي فينا نعمله فينا نحضر ورشة عمل أو ورشوب كمان. عم بتصير بلاش. أنا ليه عم شدد على هدول المواضيع؟ لأنه عادة كل هدول الأمور دي إلها علاقة بأنه نحن نشتغل على حالنا، أنه على حياتنا المهنية مثلا ناخد دروس، أو على حياتنا الشخصية باللايف كوتشينج أو ناخد ورشات عمل، عادة بتكون كلها حقها مصاري وبتطلب كتير وقت. فإذا هلأ عنا الوقت وعنا يهون مجانية. نعم. خلينا نستفيد. نعم. هالورشات العمل اللي هو النشاط رقم اثنين، في عدة مجالات فيها شيء بتعزز الثقة بالنفس، في مجالات إلى علاقة بالهوايات. فينا نفوت مثلا أنا لايف كوتش، أنا عم بعطي هلأ ورشوب ببلاش، فيهم العالم يفوتوا يسجلوا ويحضرون، ومثلي وكتير أشياء، يعني في كتير كمان كوتشز عم بيعطوا هيدا الشيء. نعم. فإذا فينا نسجل وكمان فينا نحضر ونشتغل على حالنا. أوكي. النشاط رقم ثلاثة للعالم اللي بيحبوا الفن والموسيقى. كتير متاحف بالعالم عادة نضطر نسافر لنشوفهم، مثل مثلا متحف اللوفر بفرنسا بباريس، عم بيقدم جولات افتراضية، يعني بتفوتي على الويب سايت تكتبي وتفوتي كأنك أنت عم تعمل جولتك باللوفر الحقيقية، بس هي جولة افتراضية. هيدا كمان كله مجاني عم بيكون. حتى مثلا المتاحف في نيويورك الموما كله عم يفتح أبوابه. نعم. للجمهور ليفوت يتفرج. وهيدا بيعطينا كتير، يعني بده كتير وقت وبيضيع لنا كتير وقت وبيبعدنا عن مجال الأكل، لأنه بنكون قاعدين عم نتفرج ومبسوطين. حتى بالدومين تبع الموسيقى. نعم. في عنا كتير أوبرا مثل أوبرا دو جارنيه كمان عم بيفتحوا، اللي هي الموسيقى الكلاسيكية. عم بيفتحوا كمان ويب سايت تبعولهم لنفوت نحضر عندهم مجانا. وحتى في مشاهير عم بيقدموا أونلاين كونسرت، فوت بتحضري وبترقصي وبتغني. وهيدا الشيء كمان بيضيع لك وقتي، ما بتكوني عم تاكلي وبتكوني عم تنبسطي وعم تتفني. بالنسبة للنشاط رقم أربعة، ران إذا عندك شي سؤال فيك توقفيني. أوكي أوكي.
ايه عم بسمعك عم بسمعك. حبيت اللي هيدي فكرة انه الواحد يدخل هيدي على المتاحف ويتفرج على هول الاشياء من خلال البيت. صحيح نعم. بس هن السايتات معروفين كوتش؟ عم قول هن السايتات يلي بيقدروا يفوتوا عليهم معروفين يعني ولا؟ نعم نعم. بتفوتي مثلا بتحطي اوبرا دو غارنييه مثلا تكتبي عليها بتفوتي بحطوا لك كل قائمه المسرحيات الكلاسيكيه اللي بدهم يقدموها والاوبرا تكتبي عليها بحطوا لك مثلا بهذا الوقت نحن عم نقدم مثلا هيدي الاوبرا بهذا الوقت عم نقدم هيدي الاوبرا. بتحطي مثلا معرض اللوفر بفرنسا بتفوتي على الويب سايت تبعه على التطبيق تبعه على الانترنت بيفتح لك هو اسمه جوله افتراضيه بتكبسي عليها وبتحسي حالك كانه انت عم تكسري انا جربتك كانك انت عم تكسري بقلب متحف اللوفر بس انت قاعده ببيتك. وهذا يتطلب الكثير من الساعات لانه مثلا متحف اللوفر كثير كبير متحف الموما بنيويورك كثير كبير فكانك عم تمشي فيه بس انت قاعده ببيتك. يعني اذا كانت الناس من مخططاتهم بهيدي الصيفيه يروحوا ويزوروا هيدي الاماكن اكيد السنه ما راح يقدروا فخليهم يروحوا بالعالم الافتراضي. وين المشكلة؟ طبعا طبعا. واللي حلو كتير رام انه هلا حخبركم حطته هيدا بالنشاط رقم 4 هلا وصلت لك لقلو اللي هو السفر كمان. في ناس عم بتقدم وكالات عالمية عم بيقدموا سفرات افتراضية. هلا شو الحلو بالسفرة الافتراضية؟ اذا انا مثلا جي عبالي سافر على جزيرة وقادرة بروح بحضرها هلا بشوفها وهذا الشيء بخليني افكر بالمستقبل بايجابيه لانه بشوفها لهالجزيره بستكشفها يعني بنكتشفها نعم. وبركي بعدين بروح بشوفها بعدين بالحقيقه يعني بنكتشفها من خلال العالم الافتراضي وبعدين بنرجع بنروح بنكتشفها بالواقع. صحيح. لازم يعرفوا العالم انه نحن هلا حاليا ما قادرين نعيش الا بالعالم الافتراضي. بما انه عندنا وقت خلينا يعني نستفيد منه بنروح بنشوف متاحف منسافر بنحضر شو بيقولوا اوركسترا بنقدر نحضر شويه اوبرا بنحضر حفلات موسيقيه لمشاهير عم تنعمل اونلاين. خلينا نستفيد هيك وقاعدين نحن. صحيح صحيح نعم. هلا النشاط رقم 5 هو مبدئيا فينا نعمله لحالنا بس كمان فينا نعمله مع العائله. نعم. هو التمارين الرياضيه. هيدا شيء كثير مهم لانه ما تنسي راند انه نحن انتقلنا من اشخاص بيشتغلوا كل النهار وبيظهروا وبيروحوا على اشغالهم لاشخاص قاعدين بالبيت محبوسين. هذا الشيء بياثر على حياتنا بياثر على صحتنا العقليه والنفسيه. عم بيقدموا كمان عبر المواقع الانترنت وعبر الابلكيشن وعبر كمان تطبيق الزوم ما بعرف اذا سامعه فيه. ايه اكيد اكيد. اوكي. هلا اللي عم بيعملوه الكوتشز عم بيعملوا صف افتراضي على الزوم يبعثوا لك اللينك وبيقولوا لك انا بهالساعه 5 مثلا عم بعمل صف تفتحي انت تحضر الصف مع الاصدقاء وبتعمل صف رياضه مع الكوتش اللي قاعد بالشيء. في احلى من هيك؟ لا اكيد ما في احلى من هيك. حتى يعني اذا الوقت ما بيلاقيهم فيهم ينزلوا ابلكيشن يعني في كثير على الانترنت ابلكيشن بتعلم السبور بتساعدهم لحتى يعملوا سبور بالبيت 100%. حتى في هون بلبنان في ناس عم بيقدموا صفوف رقص وعم بيقدموا صفوف غنى كمان كلهم عبر الابلكيشن بتفوتي او عبر الزوم بيحطوا لك بتسجلي بهذا الصف وبتحضري. كمان هذا نشاط كثير حلو فيك تعمليه لحالك وفيك تعمليه مع العائله. نعم نعم. هلا بالنسبه للنشاطات اللي فينا نعملها بتعرفوا نحن قاعدين بالحجر اذا كان مع عائلتنا مع اولادنا او مع اخواتنا او مع خالتنا او عمتنا او بينا او امنا في عده نشاطات فينا نعملها سوا. اول شيء الالعاب الجماعيه اللي بنسميهم الجودو سوسيتي. أوكي. يعني مونوبولي ورق ريش طاوله هدول كلهم العاب فينا نلعبهم قبل ووصلنا لانه انشغلنا بالحياه وكل النهار عم بظهر فينا نرجع نلعبهم مع العائله او مع افراد ثانيه. وشو بيعطينا هيدا؟ شو بيحفز عنا أي مهارة أي سكيل؟ بيعطينا جو من الحماس بالضحك من المنافسة بيحفز عنا مهارة التركيز لأنه بدي ركز لأربح بدي ركز لأفكر شو معه ورقة تانية بيشغل عنا الإيموشنال إنتليجنس الذكاء العاطفي بدي أضطر أخذ وأعطي مع الشخص الآخر أحل مشكلة إذا عندي شو أقدر أربح. وبيحفز كمان عنا مهارة التعاون اللي هي مهمة للعائلة كيف نتعاون مع بعضنا مش مثلا نخرب الفريق الآخر. يعني كوتش آية يعني فينا نقول فينا نقول أنه الواحد بيقدر بكل نهار يعمل كل هول إذا بده. نعم أنا فكرتي راند أنه ما بعرف قد حيكون عندنا وقت بس فكرتي هو الجدول
يعني نحن شو بنعمل المشكلة بتصير معنا عادة ومنضيع وقتنا انه منقرر نحط الجدول براسنا وقول انا بدي اعمل هيك هيك هيك، بس نحن فعليا لازم نكتبه ولازم نكتبه مع افراد العائلة ونقسم الانشطة. نقعد كلنا سوا منقول مثلا حسبي انا بدي اخد كورس او درس مثلا او فوت على متحف، هيدا بعمله قبل الظهر، بعد الظهر لازم اعمل رياضة. نجتمع كلنا على انشطة فينا نعملها سوا، نكتب الجدول ومنعلقه، هيك نحن فينا نشوفه ويصير عنا حافز أو موتيفيشن لنعملها. نعرف أنه اليوم عنا هالنشاط، كيف لما بتقوم تروحي على شغلك أو بيكون عندك صف بالمدرسة للتمييز، بتعرفي أنه من هالساعة لهالساعة فيها النشاط، بتحطي حافز. صحيح صحيح، فينا نقرأ كتب، فينا نتعلم لغات، في كتير أشياء الواحد بيقدر يعملها طبعاً بالبيت. طبعاً فينا نتعلم لغات، فينا نقرأ كمان كتب، كتب صار فيه هلأ بوكلوت، يعني صار فيك تقرأ الكتاب وتنضم إلى مجموعة على الإنترنت تتباحثوا عبر كمان تطبيق الزوم أو الجوجل ميت أو الهانك أوت أو كل هالأمور، فيك تقدري تتباحثي عن هيدا الكتاب، تقدر تحكوا تعطي رأيك بالكتاب، يعطي حدا تاني رأيه بالكتاب. نعم نعم. في عنا بعد معي وقت؟ إيه أكيد أكيد تفضلي أكيد. عنا كمان نشاط أنا بحبه، هلا حتقولي لي آية نحن عم نحكي لنبعد عن الأكل، منافسة في الطهي مثل توب شيف، الفكرة أنه مزبوط بعدين حتوصل للأكل، بس نحن بحاجة لنتروق ونتكلم طبعا أكيد. فالمنافسة شو فكرتها بالعائلة؟ المنافسة زي هي فكرتها أنه كل حدا من أفراد العائلة بنقي يوم وطبخة هو بده يعملها، وبيتعاونوا الأفراد بيكون هو الطاهي الرئيسي، وبيتعاونوا الأفراد أنه يساعدوه ب يعني نقدر نعملها لهيدي الطبخة. سو بيكون في عنا شو بتعزز أي مهارات؟ أول شيء بتضيع لنا كتير وقت نتسلى ونضحك، وبتعزز كمان بتخلينا نقدر نتعرف على أطباع الأولاد أو الأشخاص اللي عايشين معنا. بتعرفي رمزي الحياة نحن ركزين ركزين، ما بقى عنا وقت نقعد مع الشخص الآخر 100%. لما بتعدي بكوني عم تطبخي تشوفي مثلا مين القائد، إذا خرجوا هالولد يكون قائد أو طبعه مثلا بحب التعاون أو بحب المساعدة. حضرتك بتفضلي أنه الولاد يشاركوا بالطبخ، يشاركوا أهاليهم بالمطبخ؟ صبيان وبنات وكتير بيحبوا. أها. حقيقة أنا هلأ صرت ملاحظة وعم تابع عندي على الفيسبوك، عندي كتير من الرجال، تخيلي رام مش الأولاد، الرجال اللي عم بيطلعوا يخبرونا كيف عم بيعملوا طبخات، مثلا عم بيعمل كنافة، عم بيعمل جاتو، هذا الشيء ما كنا نلاحظه قبل. صحيح صحيح، مش بس الأولاد حتى الرجال اللي هم أشخاص مثلا ما بيكونوا عادة عم بيفوتوا على المطبخ، عم بيفوتوا لأنه بتضيع وقت وبتسلي وبنفس الوقت بتحسي حالك عم تعمل شيء مع العائلة. نعم نعم نعم. عندي نشاط فينا نعمله بالليل اللي هي الموفي نايت، بيعزلوا كمان الرجال شيء، بينطفوا البيت وهيك، بينطفوا البيوت، بينطفوا من وراهم بالمطبخ بالرجال. هلا هيدا موضوع لحاله بده حلقة لأنه الرجال بدنا معودين هلا الرجال عم ببلشوا يجربوا ويحسوا إنه فينا نساعد شوي. يعني فينا نساعد الزوجة إذا جابت الأغراض من السوبر ماركت، تعرفي بدهم تطير شغل بحد ذاته. بلش الرجل يحس بقدي المرأة بالمنزل إذا ما عندها ساعة دي عم تتعب، فنعم بلشوا البعض منهم، بس هاي ثقافة بالآخر بدها وقف للرجل 100%. نعم. بس بلشوا. نعم صحيح صحيح، لا يقتنع الرجل أنه هو بيقدر يمد يد المساعدة للمرأة بشغل بشغل البيت. تعرفي أنا بشتغل على تقوية المرأة، بعطي ورشوب هلأ هيدي الكرايسيس اللي نحن فيها والمحنة فتحت كتير أفاق جديدة وأشياء ما كنا مفكرين فيها، وبكرة بتشوفي في تغيير بالمجتمع منه الرجل نظرته للمرأة لأنه قعد معه. هلأ طبعا حتقولي لأنه في محلات عم بيصير في مشاكل، نعم بس الزوج قعد مع زوجته وشاف شو عم بيصير معه بترتيب البيت، بالاهتمام بالبيت، بالاهتمام بالأولاد، فحيكون في تغيير يعني شوي شوي لنظرة الرجل لكيفية تعامله مع المرأة. إن شاء الله حلوة هيدي، إن شاء الله تصير، يعني فعلا نحن بنتمنى يتقاسموا شغل البيت، يعني الرجل والمرأة مش غلط. ران نحن في مجتمع شرقي وبده وقت، كل شيء بده وقت، بس أنا بظن هالمحنة بعرف فيها كثير سيئات بس كمان فيها أشياء إيجابيات حتبين بعدين، وتغيير لكثير يعني نظريات وأشياء كنا مفكرين فيها لاحظنا مع بالقعدة بالبيت أنه منا هيك. نعم نعم. بالنسبة للنشاط تبع ليلة الأفلام الموفي نايت، كمان حلو فيها أنه في كثير مثل نتفليكس وكثير أبليكيشنز عم بيعطونا أفلام ببلاش، يعني اللي كنا نحضرهم بالسينما عم بيعطوك إياهم بتنزليهم تحضريهم ببلاش. شو الفكرة؟
كمان بنقي حدا من أفراد العائلة كل مرة بنقي فيلم. طبعا أنت لما بنقي فيلم بيكون بفرجيك شوي من طبعك أو من الذوق اللي أنت بتحبي تحضري فيه الأفلام. فلما بتعدي مع أفراد العائلة ومع الأولاد تبعولي وبتحضري هيدا الفيلم بتعرفك على شخص الآخر، إذا كان الأولاد أو الزوج بشيء بالأشياء اللي بحبوها بأذواقهم وطباعهم. نعم. ففينا ندخل هون مهارة كل تبع المناقشة، يعني نحكي مع ابننا مع بنتنا مع زوجنا وناخد ونعطي، بنتعلم ناخد نتقبل رأي الآخر، نتعرف على طباعه نتعرف على جوه. فهذا الشيء كمان مصاب فينا نعمله. هذا اللي ما كنا نعمله بالأيام الماضية، ما كان حدا يقعد يتحاور لأنه ما كان في وقت مع الآخر. هلأ صار في ظرف هيدي الأنشطة بتخلينا نقعد مع عائلتنا مع أولادنا بطريقة انديركت، يعني أنا ما بدي حطه وقل له تعا أحكي، وخصوصا إذا مثلا عندي مراهق عند البيت ما بيحكوا. بس أنا إذا حطيت له فيلم أو قلت له نقي هالفيلم ونقي وقعدنا نتحاور، هو حيفتح حيصير يتقبلني لأنه عم نحكي على شيء فوته على مثل ما بيقولوا زون لإله هو بيحبه. فهو حينفتح لإله وحيقدر يحكي معي. يعني رحت على عالمه وجبته لعندي، يعني فينا نقول 100% بطريقه كل العالم مبسوطه وقضينا وقت لذيذ وانبسطنا وما اكلنا ووصلنا لشيء ايجابي. يعني الانشطه اللي عم جرب اعطيك اياها كلها بتوصلنا لمهاره معينه بنشتغل عليها، اذا كان قبول الاخر او التعاون او المناقشه او كل هالامور. ما جبت سيره السوشيال ميديا ابدا ايه، يعني ما حكينا عن السوشيال ميديا كمان إذا هي بتساعد ولا ما بتساعد بخلال هيدا الحجر المنزلي، بتلهي ما بتلهي بتضيع وقت شو؟ سؤالك كتير حلو ران. الحقيقة حقيقة السوشيال ميديا عندها الأشياء السلبية والإيجابية، بس بما أنه نحن هلأ حاليا قاعدين بالبيت وما عنا حل تاني بده يصير بدنا نتكل على الأشياء الإيجابية بالسوشيال ميديا. يعني إذا في عنا أشخاص عم تشتغلوا وما قادرين هلأ يروحوا على أشغالهم، فيهم يمشوا أشغالهم إذا كان شغل حر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فينا نزل دعايات، أنا كوتش مثلا نزل أفلام فيديو بحكي فيها على مهارات معينة. ففينا نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لنمشي شغلنا اللي كنا أمرار ما ملاحقين ننزل فيه. فينا نستعمل مثل ما قلت لك مواقع التواصل الاجتماعي، عم بينزلوا ويكشوب ورشات عمل وأشياء لايف على الإنستغرام، حوارات على جميع المجالات فينا نحضرهم. في ارتكلز واشياء مثل مقالات عم تنحط، وفي كتير ناس عم تعطي اراء بالاشياء اللي عم تعملها. فهلا حاليا انا بعتبر انه مواقع التواصل الاجتماعي شغله كتير مهمه لالنا اذا عرفنا كيف نستفيد منها. يعني ما نروح على الاشياء السلبيه، في عالم عم تحكي كتير اشياء سلبيه لها علاقه بالمرض وضع البلد الاقتصادي وكل هالامور، في عالم عم تحكي أشياء كتير إيجابية وكتير حلوة وكتير مفيدة لنحنا لسلف جروث تبعنا لنمونا الذاتي فينا نستفيد فيه. فنعم للسوشيال ميديا إذا عرفت كيف تستعمليها هلأ. تقريبا هذه أبرز النصائح كوتش آية اللي ممكن أنه نستعملهم بالبيت يساعدونا. نعم، بعد في شغلة بس أحب أعملها العالم ناسيتها كمان، وأنا هلأ لأنه جربتها بالبيت كتير حلوة، اللي هي طلعوا الصور اللي عندكم والألبومات والفيديو اللي صورناها لأعياد الميلاد ولا مثلا مناسبات عملناها، وعملوا جمعة مرة بالجمعة، حطوا الأولاد أو يمكن ماما وبابا ست والجد والخالة والعمة، طلعوا هالصور القديمة أو هالفيديوز اللي صورتوها، تفرجوا عليها، ضحكوا ورجعوا بالذكريات لورا، وهذا شيء كتير مفيد لنا بوضع الحجر ليقربنا من بعضنا، لنرجع نفكر بكونسبت العائلة، يعني حتى الأشخاص اللي بعدت من بعضها، خالة عمة ست جد، لما بتجمعيهم على صورة أو على مناسبة صورتيها فيديو بتحكوا فيها وبترجعوا بالذكريات، ما ممكن إلا رجع التواصل والكونكشن بين بعضهم. هذا الشيء أنا كتير بحبه وأكتيفيتي كتير مهضومة تنعمل. وهذا ضروري يصير هيدا لأنه هلأ كورونا منعتنا من أنه نلتقى مع بعضنا، فخلينا نلتقى ولو حتى بالصورة أو بصور قديمة، يعني ما بيشكل شيء. صحيح، وأصلا بشعب اللي كتير زوم عندنا كتير تطبيقات مثل جوجل هاوس بارتي، الهانج آوت، الفيديو كول، قديه صرنا عالم ما عم نحكي معهم ولا عم نشوفهم، نبعثهم فويس كول أو نبعثهم على الواتساب نكتب لهم. خلينا نفتح التليفون نحكي مع شخص صرنا زمان ما حكينا معه. أنا دقيت لأصحابي مثلا اللي بأمريكا هلا واللي عايشين بغير بلدان، سألتهم عن حالهم بالوضع اللي هم فيه، كان صار لي كتير زمان ما حكيتهم، ليش لا كمان
نرجع يعني في أمرار المحنة بتقربنا أكثر من بعضنا حتى لو محشورين بالبيت. صحيح صحيح. كوتش آية بركات المدربة المتخصصة بصقل وتمكين المهارات الحياتية والمهارات التنفيذية، أنا بدي أتشكرك كتير ورح نجرب أنه ننضم لإليك على صفحتك على فيسبوك نشوف هيك. نعم صفحتي اسمها كوتشينج باي آية، هلأ ببعثكم إياها في واتساب. كوتشينج باي آية، كوتشينج باي آية. نعم وموجودة على إنستغرام وموجودة على لينكدإن وموجودة على فيسبوك، وأنا صراحة موجودة لأي من الحضور اللي عم بيسمعنا هلأ، أي حدا عنده أي سؤال أو أي شغلة بده يسأل عنها يبعث لي مساج على الإنبوكس تبعي وأنا بجاوبه دغري بأي موضوع له علاقة باللايف كوتشينج أو بالعائلة أو بالتوشيه الأسري. نعم شكرا لك، بتمنى لك نهار حلو. ميرسي لك رام، أهلا وسهلا فيك. شكرا. باي.